الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الأحبة في الله، وعن كسر عشرني موضوعي فلنت يا إلى لنت بلمه هي الشيء سيادة الشيء سكاسي بلنت سيها النقض ميت كالت لحي الروح مسلمة أما ضد مسلمة أما هن نقض ميت كالت لحي كوة قالة حنريو سو شيقني خطبة دي هو ركاكسو هذا لي أحاديث نبي كاكسو صلى الله عليه وسلم هي أيضا قرآن ومعناها حوجينية أدنى التيبان دوني إنان سيحو جنو نصوص تكسو أرورتي ويفر بدنته الله تبارك وتعالى قرآن كريم كأوحو ليهي وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها مركات بلنتان بلنتا إلهي بإسكاله إلالية هتشبنينا وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إذنكو إلهي الدم دمين كاركتي وليسو دارانيا إلهي ما إيسا ليسو دارانيا إلهي درتي بالإسكو آمينيا إلهي با دمين لغرد غانيا وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ما إلهي ما إيسا خلق وكو خيامي وديرنان تادو هير كاسي غارسيزن تاميا إناد إلهي ما إيسا خلق وكو خيامتو وركاز رب تبارك وتعالى وحده ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا هل نقننا سيدتي حرقي أي صهدي أتكي سيدب أفرفرتي أو كلها نقننا حيث هذا المفسرين توحي الإسلام نعس ودقن وقلن كهرنا حرق الصهد قلن كدبنا فرفرتا تيو كلها نقننا وحي أدحدين يشيس كات كشين يبلنت هاد جنودين دبها أفرنا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم إذنكو هشيسية دا يبلمها إذن كات حي يكات لغان يكواد سكو خيامتان وحوق ليا هشيس كي يبلنت بينو ضدك خيام كتاب كإلهي بوقع عند زاريا ورهداد بلن بين قلي سمحا كتاب كإلهي كوكي إنا دي إلهي كو دارتو أمدن بمدحو يهي مركاسو سو استاغ يا أمد هرت يدو كتاب كبال لها قوين يا قعنتنا واكو دفنيا مركوسا ودقاننا خيانا إيا اللقدب بلابا يا سي إلهي كو دين يا تبارك وتعالى بلن تأد قليسان أد خيانا كردقتان اسكو خيانتان صوت محيطة قولادي هريد بلن تكو تشرت كولي تشرتي باقوقو يراتي تكب بدن بات رادين إيسا يود بلن تأغب حيسا قولا دي حلفي بهودا كالا دحي قولا بلن كالا دحيسي قولا كالا دي مصلحة دي كأركتي أن تكون أمة هي أربع من أمة تيهور انتاد بلن تو دي چبيسي بات تا آدي علشاني ويكاغ بدن تاي ويكاغ مصلحة رون تاي دن تا دي با حقا قشي وحدو چبيسي بلن تيهور مركزات حقا أولي حد أن تكون أمة هي أربع من أمة بدنانت يا مصالح ذا يا أرزاق ذا يا وحني إلهي وإذن كو امتحانا يا وعفيرنا يا زاد سميسان ما ننت قيام ذا نوال إذن كلا حساب تميدونا آيات كدب هذا نألك علي ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم ورهشي سيادة يا بلمها نحذيناها كرلغانين كوا أسكو خيانتان فتزل قدم بعد ثبوتها محا كرلنا يا هدي بلنت أدتك أكو خيانتو فتزل قدم لقتادو إنا يسمى الرحته مركي السقنيت كدب هل كاسا وحكا بالله بيس الدين حمو هل كاسا لقاقل إياه لقتا كوفا كنيسا دين تيبت كتغيسا أخلاق تيبت كتغيسا إلى مركز دنبه هل يسادقش فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله حمان أقدر نمسان شيدنتي إلهي شيدكي سأتك شيسين درتين مركز إلهي والسيود وحويري بلنت إلهي هجبيننا وح إلهي أكتي سيالا كخير بدن
وحوقاقه الدنيادت بلنت اوتشبين ايسان وحا كوناكسن وحا الهي اكتيس اتكه ليسان هذا بلنت الى لسان انت صور المحل يسود بديقيا ان امضا لغو التربية يو اخلاق ذا وناكسن دقن كوناكسن نحذا ذا اني كل دقنتو امضاهنا اني كل دقنتو امضا اسلام هو امة العهد والميثاق وامض بلميد وامض قضل له وامض قول له وامض موقف له وما الله الله يا لقدبه يا خيانه لو يقان ما اه هنقضوا ريدي بلنت لقلي سعيد دوتون هنقض وفي رساله سيده بلنت لو ادكي قرانك يا سنه بو وحي تقريريين ان ولالكا مسلم كا هدي قال اسلينيان حق انو كوغو ليه اناد او هيلس او اد قال كا اوغا هيلس لكن إلهي مسلو كسور ريبي مركضو هي لينيش قال كأدو هي لينيسو هدي وبلن كوغولة شيرو مركض مسلم كوغا هي لينيس بلن تيباد إلى لينيسا مسلم يقال بايس هيا قال كنا أديجي مسلم كابو بلن كوغولة شيرا قيب مسلمين تكمدنا ويدقال لما يان قيبتي مسلمين تي وددقال لما يان باكو صعد صطي او كتير ورئيهي اللي مسلم كيو قال كان بلن بات كولي تشيرتا ألا وحوليه هاي بلنتا هكب حنا هرأوهي لنا وين استنصروكم في الدين فعليكم النصر ولليه نهديه ويدستان هي لأوهي ليا إلا كوا أضغهي لنا إسان إنيهين كوا بلن إذن كرد حيسم مويه والغا سوريا نصوص بدن با معناها كتوسيس قصدي ابو بصير با كتوسيس في الصحيحين كتمت قصدا وحا كتوسيس حذيفه بن اليمان هي ابيه في صحيح مسلم حذيفه بن اليمان وحو ليهي دقال كي بدر ان ان كقيب قالوا ايمديدين وحكل ايمديدين وحان ارنتن كاهي وان صبح يقول ليها اني اباهي حسين انغو النبي صلى الله عليه واله وسلم دحدا مركان لو كسو جيرنا وحان قبطي قريش قالدي قريشيد با غانتن لو دغاي مركاسا وحي نيدهدين محمد بادو سوتان وحان لي مايا وما سوانا مقالدان وسوانا مقالدان وسوانا محمد وما سوانا مركاسا يبلن نغا قادين عهدي يا بلن بين لا غالين اننا محمد اوهي لينين دغال كنا انا لا غالين بلنتاس نغو سي دايين وان صوتك النبي كان النبي صلى الله عليه واله وسلم رسول كان خبر كي وركي اوغا ورناي رسول كي الله يوا سو سوناي ان انكو غرب استاغنو دغالكا كولا غلان او سو سوناي قريش با سدخدا نغه هشو نقبتو بلنتا نلا غشاي ان انان كو هيلين دغالكنا كولا غلين بلنتا را واخان بارسنahay سيدار وا او سوناي ما حلا النبي صلى الله عليه وسلم وحو كويري كاح اسكلابتا بلن تودان او الىلينا الهنا وا اوكالميسنينا الله بان اوكالميسنينا دغال كودا بلنتي ايدن لا غلينا وا الىلينا يا كاح اسكنقدو دغالكا كلابتا ارينتا سايدي ديبورو دغالكي بدر ان ان كقيب كلو بالله عليكم بل وفي رساله قصه النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه مال كاس الركب وباهيه أدب أقبهاي لأن قريش بإسهيان رقا دقال لمن الله سعودان ورق آدو يرصدح بقل إيا دور يطوبان نيوهي قاديد كي وطان يتكني كدودو أي يرتهي قريشينا وحي كسعودتا كن كبضان بي كسعودان فردها قاديد كي لقود دقال لما يؤدم استرينيهي مالك النبي محمد صلى الله عليه وسلم رقب أقبهاي ومع ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحكير حذيفة يا أبي كعلبتا عهد قوذية بلن قوذين إلى لين إن إلهنا وأكل ميسانين هذا تهي قال إنسان لولا رغميو بل انتيسي لا إلى لين كورن بلمها أد مسلمين تلقليس كورن بلمها أد ولالها لقليس كان عسيبا إذن دحمر يهشيس بل ما كلي وحبا إذن مهر إذن هشيسيا إذن دحمري
waxba la isku ogaanaya waxba la kala saxiixanaya waa dad muslimiin ah ballantii gaalada haddii ilaahay halkaa saaray kii muslimiinta ka warran aad la gashay seed ku badbaadaysaa waa arrin halis ah saas daradeed waxaad arkaysaa dhaqankeenna maanta markaad u miisaanto ku miisaanto wixii qur-aanka iyo sunnadu ka warrameen shataana maa baynahumaa waa kala fog yihiin naxnu fii waadin وهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في واد آخر قصة كله سنن أبي داود كي غير كي كتمت وانا صحيح نبي صلى الله عليه وآله وسلم حلقي سبي دعضي نيكل إذا دا أبو الرافع أي وحوليه وصحابي حلقا سي قصة دعيس قالبوها قريش باي صادر ستيبور فرين بي أسو ديبين نبي إنو قارسي صلى الله عليه وسلم quraashi markay soo dirsatay makkah laga soo diraya magaalada madiina markaan imidoo nabiga arkay sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ayaa qalbigayga waxa ku dhacay buu islaanimo sida uu nabiga u arkayba ilaahay qalbigiisa wuxuu galiyo ku sharxay inuu islaamo markaas rasuulka waxaan ku dhigay rasuulka ilaahayow ilaahay baan ku dhaartay inaanan ku noqonaynin waligay aanan dib ugu laabanin nimanka ay soo dirsaday wa islaamaya waana kula joogaya markaasa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam anigu ballamaha ma jabiyo irgada la soo dirsadayna ma xanibo ma celiyo irgay baa tahay irga la soo dirsaday baa tahay irgada anigu ma xanibo mana xiro mana celiyo ahdi iyo ballanna ma jabiyo kaclaabo kuwii ku soo dirsaday ku noqo waa quraysh iyo gaaladii kullaabo markaad iyaga u tagto haddii waxa hadda qalbigaaga ku jira islaanimo jacaylka uu ku sii jiro markaasoo noqo abu raafic wuxuu leeyahay waan laabtay quraysh baan ku laabtay dabcan fariintoodii buu u gudbiyey xilkoodii buu gutay markaa kadib baan soo noqday nebigaanu imi sallallahu alayhi wasallam markaasaan islaamay buu fiirsada ilaahay baan idinku dhaariy u fiirsada diintu wataa islaanima wataa rasuulkeedii wataa wakaa dhaqankeediina wakaa beentan ay gaaladu akhrinaysa waxba kama jiro waxaa lagu leeyahay heshiisyada caalamiga ah heshiisyada xuquuqda heshiisyada nabadgelyada kii dejiyey bay u danaynaysaa oo xoog badan oo ka daciifka ku cunaya andimad dawli ah munadamaad caalami ah heshiisyo caalami ah war yaa kula dejistay yaa goobjoogaha markaad dejisanaysa yaa dhowr dowladood oo adduunka mar waxoogaa xoog yeeshay baa wax walba intay dejisteen bay magaca mariyeen dawli caalami iyadoo dhan oo wada khayaamo iyaguna isku khayaamayaan dadkiina ku khayaamaya markaasay afka la gaadhayaa nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh iyo diintan iyo dadkeeda cahdigii wakaa diintanaduna wataa rasuulka nagiina wakaa khawanada aan aqoonin cahdiya ballanta aqoonino qiso kale ayadana sunan abi daawid ee keyrki bay ku taala sulaym ibn caamir nin la yidhaahda qisada warinaya xilligii mucaawiya ibn abi sufyaan wey radiyallahu tacaala canhu waardaah mucaawiya saxaabigii nabiga ardadiisa ka mid ah asaga iyo nimanka ruum ee gaalada ah waxaa u dhexeeya ballan heshiis xabad joojin ah heshiis nabadgelyo heshiiskiibaa wuxuu soo dhowaaday wakhtigiisii inuu dhammaado intuusan wakhtigii dhammaanin ayuu mucaawiya wuxuu u diyaar garoobay inuu ciidamada diro dhowaado kadibna markuu ballanku saa u dhammaado isagoo xuduudda jooga inuu dagaal ku gaaciyo dabcan ayagu waxay ku dalagashan yihiin ballantu markay dhammaato kadib ma la cusboonaysiin doonaa ballantu masaasay ku ekaan doontaa adigana waxaad u diyaar garoobaysaa ballantu intaynan dhammaanin baad isdiyaarinaysaa si aad u kadiso oo si kadaa aad ugu dhufato uga faa'iidaysato mucaawiya ciidankii buu diyaariyey inuu baxuu damcay deegaankoodii xuduudda inuu aado arrintaasi markay soo baxday wareegtadaasi ayaa wuxuu leeyahay nin ordaya oo faras saaran baa soo baxay oo leh allahu akbar allahu akbar allahu akbar ballan ilaalin
خيانة مايا يا بل أنت هلا إلى ليو خيانة مايا نكاسا صباحي نكى هدي لفيريا ونكى من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بقول إذا هذا عمرو بن عبسة معاوية وركي سوغاري نيمبا أرنتي بكرح دواقيو برنامج كاد ودتي بكهر يمدو إذا كي يوحي بكرح دواق معاوية وركي هدو سوغاري نكى بوئير رب الكاله وأويم وحكور المحاسكاء حيا وحني جهاد يقال هذا الله قاله إيه هؤلاء الأسقوجة حيث وحنا أتكلم إحنا واقضية وحنا ترى وركاسوح معاوية النبي محمد بن مقلة صلى الله عليه وآله وسلم يا هذا النبي صلى الله عليه وسلم معاوية كوين وعدول بكوين وأبو بكر كوين وعمر كوين ومدحوين كوين وبقر كوين معاوية وكادي وحكوين بمشي يلا النبي محمد بن مقلة صلوات ربي وسلام عليه استقوله عدي عيد كلا بلاني كلا دحيسو وفير سدا يوسن غنتين 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 يوسن غنتين ميد غنتنيدنا يوسن فورين الى بلانتا وقتيغيدي دمادو اما ددكي بلانتو كدحيساي او سي عاد بلانتودي اوغو تورو سي اسغا ايغوبا اي اسيميهين الى او بلانتي يراهد ور بلانتيني ما جيرته كو تلاغلا ayaga iyo isagu u sameeyay saas daraadeed guntimahan aad xidheysay ciidamadan aad diyaarinaysay hawlahan iyo isticdaadadkan iyo diyaar garowgan muawiyo nabi maxamed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadiiskii sadiidan muawiyo radiyallahu ta'ala anhu arda sahabi buha ya madaxdan kibraaniyiinta ma ahay imaantaran hadii lagu yiraahdo allah yiri iyo rasuulkiisa yiri وروذا ذو مساجك الآن يا مساجك الآن حفيزك مدحوينها معه حفيزك بارلمان كان معه قولها بارلمان كان معه وذا ذو مساجدتك كوعدي كلا معاوية هدي حديثك النبي قال له أخري صلى الله عليه وآله وسلم أرنتي تطلي واكن صليو جوجي إلهي ما ندكو داري وفير سدا محدوني جانس إنو كفا إذا استوعدوا قيس الضربيو لكن جانس كلا جفا إذا سنة يوال الديدي نوع عمرك يهي مايا آيات القرآن كأمر قاتك عايز وإما تخافن من قوم خيانة ضد بلن كالد حي هذا كبق حكبق ضه أما كي أبتو إني بلن ككوكو خيامة ويكو خيامة يعني أدو خيانة يسوى وطانة أدو قونا خيان هسلي يا محل يلي فانبذ إليهم على سواء هذا الخيانة كذر أنتو يا بلنتي إني كأجب حيان هيسليهن هرتات كبح إيه بلنتي سي أديك ييجو أدو سيمنتين أقطور بلنتو دي سي أقطور واحد ترى هذا خيانة إذا كم وقتا بلنتي إني متشرت كوت على جلو ديار جروعة وحي هذا إني قد كذب بينا عرنت إنه بلني متشرت وهذا قال فانبذ إليهم على سواء هذا سائل خائن باتهوى إن الله لا يحب الخائنين إلهينا كوا خائنين تامج على وتدين إسلامكو ضد يدو إسخيات ما ضد كيدو اسم خيامان ضد كيدو ضد كلام خيامان دولتها ما خيامان شعوب تما خيامان شركتها ما خيامان خلقها ما خيامان لأن وحي وحي الرميسيهن كتاب كساؤها الله يا وحي الرعسيهن رسول كصدا أرنق ما يصلوات ربي وسلام عليه تاسات مركا غران كرتان ما انت دقن كينيا سيدو ويالو اي دينتين وحي كهالليسين اي ادو كلا دروكسين اسباب تا ما انت كنتي مسلمين تا ان عدو قود اللقصة لدنا اسباب تا وحا كم اذا بلن حمضا نبي محمد با سيدا يلي صلوات ربي وسلام عليه قوم حد اي بلن تا تشبيان وي بلن تا كبحا الهي وحو قصة لدا عدو كو عدو قود مركا سو وحك دوق اكتو دقالي كها اي وحو دي رنبو حلاش خيرات كودو بابا دل كودو قاتا حرمات كودو حلاشة دا وحكستو كسمية لماذا؟ لأن بلن بي تشبيين هداد بلن تشبيسو نتيجة دي دو وعدو قاقو منو كو قبصة دو وح سهلا ما إنك نوا عياري نا بلمه إننا واكو عياري نا أما ديه كلنا إن بضنا وكم إذا خيانا كو نحوضنا دولد هداد بلن لقشو أذر بلن تا إلالي
ummad haddaad ballanta la gasho ballanta ilaali, shirkad haddaad la gasho ilaali, shakhsi haddaad la gasho ilaali, haddaad khayaanto soomaa ilaahay waa kugu maqan yahay. Fi suurati tawbana Allah wuxuu ku cadeeyay khayaanada natiijadeedu inay tahay munaafiqnimo qalbigaaga gasha, ilaahay qalbigaagu munaafiqnimo gelinaya. Diinta laga abaari oo meesha marka horeba laga geli doono waa diinta, waana meesha ugu halisan waay. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. سيدا استرادت إلهي أنك بغن بل ما هلا إلهي خيانة هلا قفوك هذا لقدمة هلا إسكدائي مكري قي الله لابك هلا إسكدائي مسلم باتهي إلهي الرميسان كتاب كيسية سنة ديس الرميسان حديث دي النبي صلى الله عليه وسلم استقامة يتوصنان خلقك كل دقن لله كان إسكدا سيدا ساد إلهي أكتي سوح وين كجهلي عذاب كيسي عقوبة سي الدنيا أخرنا أتكجبت بعد إساء. صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.